السلام عليكم. هذه الدورة دورة تحصين العقل المسلم على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى تناقش قضايا متعلقة بالكون والحياة. المرحلة الثانية تناقش قضايا متعلقة بالدين. أما المرحلة الثالثة فتناقش الشبهات حول الإسلام. بفضل الله هذه آخر حلقة في المرحلة الأولى، والمفترض أن هناك اختبار بعد كل مرحلة. رابط اختبار هذه المرحلة في وصف الفيديو. تجب عن الاختبار ثم تحتفظ به جانباً حتى تضم إليه فيما بعد أجوبة اختبارات المرحلتين القادمتين، ثم ترسلهم جميعاً مرة واحدة بعد آخر اختبار. وفي آخر اختبار إن شاء الله سأبين طريقة إرسال الأجوبة. هناك جوائز وتكريم للأوائل إن شاء الله، إلى جانب أن كل من يجتاز الاختبارات سوف ينضم إلى مجموعة واتس خاصة بملف الإلحاد وكيفية المواجهة. والآن لنبدأ في الحلقة على بركة الله. الأعضاء الأثرية، الأعضاء الضامرة، كانت من أشهر أدلة نظرية التطور قديماً. قبل أكثر من 100 عام كانت هناك قائمة طويلة بالأعضاء الأثرية أو الأعضاء التي يظن أنها بقايا تطور، حوالي 180 عضواً. وكلما توسع العلم وكلما عرفنا فوائد لهذه الأعضاء كلما قل العدد، ونحن اليوم تقريباً لا نعرف عضواً بلا فائدة. وبهذا أصبحت دعوى النظرية حجة عليها، إذ لو كانت النظرية صحيحة فالمفترض أن الأعضاء الضامرة كثيرة جداً، ومع الوقت سوف نرصد أعضاءً جديدة بلا فائدة. لكن العكس هو الذي حصل. والغريب أنهم في ذاك الوقت كانوا يفترضون أن أعضاءً، نعرف اليوم أن هذه الأعضاء لا يمكن أن نستغني عنها، كانوا يفترضون أن هذه الأعضاء بلا فائدة لقلة العلم في ذاك الوقت. كانوا يتصورون أن الغدة الجاردرقية والمسؤولة عن توازن الكالسيوم في الدم، كانوا يتصورون أنها بقايا تطور. الغدة الجاردرقية والتي لو قل إفرازها فإن الإنسان يحتاج علاجاً تعويضياً مدى الحياة، وإلا قد يصاب بمشاكل خطيرة في العظام والأعصاب. الغدة النخامية التي هي مركز الهرمونات في الجسم، كانوا يتخيلون أنها بقايا تطور. الغدة النخامية التي هي من عجائب الخلق الإلهي، حجمها لا يتجاوز حبة الفاصوليا، وزنها حوالي نصف جرام. ويبدو أنه نظراً لهذا الحجم الصغير تصوروا أنها بقايا تطور، لكن بمضي السنوات نكتشف أن هذه الغدة الصغيرة تفرز هرمونات غاية في الأهمية والخطورة، مثل هرمون النمو والذي تحدثنا عنه في الحلقة الخامسة من هذه الدورة، والذي لو ازدادت نسبته بمقدار يقاس بأجزاء من 100 مليون جزء من الجرام فإنه يؤدي إلى مرض العملاقة. ولو قل بأجزاء من 100 مليون جزء من الجرام فإنه يؤدي إلى مرض التقزم، تغيرات كاملة في بنية الهيكل العظمي، عملاقة أو تقزم نتيجة زيادة أو قلة بهذا القدر البسيط والمدهش من هرمون النمو. هذه الغدة الصغيرة تفرز إلى جانب هرمون النمو مجموعة أخرى كبيرة من الهرمونات، تفرز هرمونات لضبط ضغط الدم، وهرمونات لتنشيط الغدة الدرقية، وهرمونات البلوغ، وهرمونات التبويض، وهرمونات إفراز اللبن. قائمة طويلة من الهرمونات المعجزة من هذه الغدة الصغيرة، كان دعاة النظرية يتخيلون يوماً ما أنها بقايا تطور. أيضاً دعاة النظرية كانوا يعتبرون أن الغدة الدمعية التي تفرز الدموع كانوا يعتبرونها بقايا تطور، لأنهم لم يكونوا يعرفون بعد خصائص وأهمية الدموع لعين الإنسان. العجيب بل أقول والمقزز أن هذا الطرح لم يتوقف حتى الساعة،
لأن التطور لو كان صحيحاً فحتماً ولا بد هناك أعضاء ضامرة، فهم للأسف ما زالوا يروجون لضرورة بقايا تطور في الإنسان. وللأسف هنا تتحكم الأيديولوجيا في العلم. هنا تصير الأيديولوجيا، أيديولوجيا الإيمان بالنظرية، هي المسيطر وهي الموجه، بينما يصبح العلم والبحث العلمي تابعاً موجهاً وليس موجهاً. تخيل أيها الإنسان لو أنك وقعت تحت يد جراح يؤمن بهذه النظرية قبل 100 عام من الآن، كم من الأعضاء كان سيسلب من جسدك ويلقيها في سلة المهملات باعتبارها بقايا تطور؟ وبعد قرن من الزمان هل توقفت الخرافة؟ هل أغلقت سلة المهملات؟ للأسف لم تتوقف، والسلة ما زالت مفتوحة، ما زال يروج له باعتباره بقايا تطور. من بين هذه الأعضاء الزائدة الدودية. كنت أقرأ بالصدفة كتاب الجراحة الذي يدرسه طلبة الطب في جامعة عين شمس، فوقعت عيني على هذه الفقرة Appendix إذا تونسل أوف جي أي تي. الزائدة الدودية بالنسبة للجهاز الهضمي كاللوزتين بالنسبة للجهاز التنفسي. الزائدة الدودية نظام مناعي للجهاز الهضمي، كما أن اللوزتين نظام مناعي للجهاز التنفسي. هذا ما يدرسه طلبة الطب في مدرجات الجامعات، وهذا على العكس تماماً مما يقال في مقاهي شرح نظرية التطور. العلم شيء، الطب شيء، وما يروج له دعاة النظرية شيء آخر تماماً. طبقاً لمجلة الساينس ديلي العلمية، فإن الزائدة الدودية هي البطل الخفي في منظومة مناعة الجهاز الهضمي، ولذلك من يقوم بإجراء عملية الزائدة الدودية يكون عرضة أكثر من غيره للإسهال. الزائدة الدودية قد تنقذ حياتك، طبقاً لمقال آخر في الساينتيفيك أمريكان. والآن ننتقل لعضو آخر ما زال يتخيل أنه بقايا تطور، ألا وهو ضرس العقل. لكن يا ترى لماذا افترضوا أنه بقايا تطور؟ لأننا لا نستخدمه كثيراً. والجواب على هذا التخيل أن ضرس العقل في الأنظمة الغذائية التي تحتاج مضغاً كثيراً هو حاجة ماسة فعلياً. ضرس العقل هو ضروري لمزيد مساعدة في طحن الطعام، فمن يحتاج لمضغ أكثر هو بحاجة فعلية لضرس العقل. وعدم استخدام ضرس العقل هو نتيجة الاعتماد على الأكلات السريعة الجنك فود. أما الذي يأكل بنظام غذائي متوازن صحيح مليء بالخضروات كالبيئات التي تعتمد على الإكثار من المضغ، ففي مثل هذه الحالة يكون ضرس العقل حاجة ماسة. ثم تفكر أيها الإنسان في أسنانك اللبنية التي تسقط ذاتياً لتحل محلها أسنان قوية حتى تناسب المرحلة العمرية التي أنت مقبل عليها. ألا يدل هذا على الخلق الإلهي المتقن لكل ما تحتاج له بحسب مرحلتك العمرية؟ وبعد ظهور الأسنان القوية الدائمة يظهر ضرس العقل في مرحلة تالية ليضم الأسنان ويغلق الفراغات بين الضروس. فحكمة الخلق تجعلك تعلم أن لكل شيء فائدة، حتى ولو خفيت عليك هذه الفائدة في لحظتك الراهنة. والآن ننتقل لعضو آخر يتخيل دعاة النظرية أنه بقايا تطور، ألا وهو الفقرات العصعصية. الفقرات العصعصية المسؤولة عن ربط العضلات والأوتار والأربطة في منطقة الحوض. الفقرات العصعصية التي أيضاً تدعم حمل وزن الإنسان خاصة وهو جالس. يتخيلون أن هذه الفقرات بقايا تطور، مع أنهم يعرفون جيداً فوائدها الجوهرية. فلماذا الإصرار على أنها بقايا تطور؟ لأن هذه الفقرات في تخيلهم بقايا ذيل، يؤمنون بالخرافة ثم ينسبون لفقرات تقوم بوظائف حساسة، ينسبون لها هذه الخرافة. عجيب والله أمر هؤلاء، هل وجد إنسان في تاريخ البشر
به بقايا ذيل؟ سوف يجيبك دعاة النظرية ويقولون نعم، هناك أطفال يولدون بزوائد لحمية في أسفل الظهر، وهذا صراحة كذب صريح على العلم التشريحي للأعضاء، لأن الزوائد اللحمية تظهر في أي مكان بالجسم، والفرق بين الزوائد اللحمية وبين الذيل تشريحياً فرق جوهري، فالذيل يحتوي على فقرات أو غضاريف، هذا ما يميز الذيل، كما تقول النيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن، تقول ما يميز الذيل الفقرات، وبلا فقرات لا يكون ذيلاً. والسؤال هنا، هل تم اكتشاف زائدة لحمية واحدة أسفل الظهر بها فقرات في تاريخ البشر؟ وتقول الجورنال أوف دور سيرجري، مجلة جراحة الأعصاب، وهي واحدة من أكبر المجلات الطبية، تقول لا توجد زائدة لحمية واحدة في البشر بها فقرات أو شيء من هذا القبيل. العلم دائما يجيب دعاة النظرية، فلا علاقة بين الزوائد اللحمية وبين الذيل. للأسف العلم يجيبكم، لكنكم تريدونها أيديولوجيا وليس علما. العضو الرابع معنا في هذه الحلقة وهو الجانك دي ان ايه، الدي ان ايه الخردة في الإنسان. كانوا يتخيلون أن هناك جزءاً من الشريط الجيني في الإنسان بلا وظيفة، جزءاً من الـ DNA بلا وظيفة، أطلقوا عليه DNA خردة أو Junk DNA. وانظروا لتوصيفاتهم القبيحة، DNA خردة، توصيفات تنم عن عقل إلحادي مادي وليس عقلاً علمياً. العجيب والمدهش أنه ثبت مؤخراً ما كان يظن أنه DNA خردة هو مايسترو الجينوم، هو مدير الجينوم. الدين ايه الخردة تبين أنه المنظم لأعقد العمليات الحيوية داخل الجينوم، بل وصفته مجلة الساينتيفيك أمريكان، وصفته باعتباره منبع الكنوز الخفية، وتأسس علم عملاق على الجنك دين ايه، على ما كانوا يسمونه يوما ما خردة. تأسس علم الإبيجينيتكس لدراسة خصائص وعمل الجانك دي ان ايه، الدي ان ايه الخردة، علم كامل تأسس على عضو كان يعتقد يوما ما أنه خردة. العضو الخامس معنا في هذه الحلقة وهو شعر الإنسان. بصيلات الشعر هي خط إحساس، خط إنذار أول، تخبرك مثلا أن هناك حشرة ضارة. أيضا للشعر قيمة جمالية لا تخفى، هذه أمور يعرفها البشر بطبيعتهم، لكن الغريب أنه تبين مؤخرا منذ حوالي 4 سنوات تقريبا، تبين أن بصيلات الشعر تبني الطبقة السطحية للجلد، تقوم بعمل re-epithelialization، وإلا لاحتجنا ترقيعا للجلد مع كل جرح بسيط. ففي دراسة علمية عجيبة أجريت على 14 حالة بها جروح، تم في هذه الحالات زرع بصيلات شعر لدراسة دورها في التئام الجروح، وتبين من خلال الدراسة أن بصيلات الشعر كان لها دور رئيس في بناء الطبقة السطحية للجلد في كل الحالات، بل وحصل تعافي تام للجميع بعد زرع بصيلات الشعر. وتنتهي الدراسة إلى أنه بالفعل بصيلات الشعر لها أهمية ثبتت علمياً في التئام الجروح، بصيلات الشعر التي ظن يوماً ما أنها بقايا تطور. العضو السادس معنا وهو القشعريرة. نعم، القشعريرة كان يظن يوماً ما أنها إرث تطوري. القشعريرة مرتبطة أساساً بالانفعالات النفسية والمعنوية. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فالقشعريرة مرتبطة أساساً بالانفعالات النفسية، لكن ثبت أيضاً مؤخراً أنها مسؤولة عن إخراج المادة الدهنية من الغدد الدهنية المنتشرة على الجلد. العضو السابع وهو الجفن الثالث في عين الإنسان. الجفن الثالث لنظافة العين ولرطوبتها.
هذه تقريبا أشهر ما يدعي دعاة النظرية أنها بقايا تطور في الإنسان. والآن لننظر في عضو آخر، لكن ليس في الإنسان وإنما في الحوت. يقول دعاة النظرية أن العظام في منطقة الحوض في الحوت هي بقايا تطور، وامتلأت المواقع التي تدعو للتطور بهذه الصور. لكن نكتشف منذ سنوات قليلة أن العظام في منطقة الحوض في الحيتان هي التي تمسك عضلات العضو التناسلي، أي أن لها دوراً رئيسياً في التكاثر. تقول الساينس ديلي في مقال لها: The bones that we used to believe were vestigial turn out to be important to reproduction. العظام التي تخيلنا أنها بقايا تطور تبين أنها هامة لعملية التكاثر. كل الأعضاء هي مسبقة التجهيز لوظائف خاصة سوف تقوم بها. كل الأعضاء تخضع لمنظومة تدبير الخلق وكمال التقدير ودقيق الحكمة، سواء عرفنا فائدتها أو لم نعرف بعد. لا توجد ذرة في الكون بلا حكمة، صنع الله الذي أتقن كل شيء. لكن للأسف أكثر الناس لا يؤمنون. لم أقرأ في حياتي عن عضو من أعضاء الإنسان باعتباره بقايا تطور. لم أقرأ شيئا من ذلك في أي كتاب طبي على الإطلاق. للأسف التطور أيديولوجيا وليس علما، وأنت سوف تكتشف هذه الحقيقة ببحث علمي بسيط سواء كنت مسلما أو ملحدا. واجب الحلقة اليوم هو إجابة الاختبار في وصف الفيديو. تجب عن الاختبار ثم تحتفظ به لتضم إليه فيما بعد أجوبة اختبارات المرحلتين الثانية والثالثة، ثم ترسلهم جميعا مرة واحدة بعد آخر اختبار. وفي آخر اختبار في نهاية المرحلة الثالثة إن شاء الله سوف أوضح لكم طريقة إرسال الأجوبة. أشكركم على حسن الاستماع، جزاكم الله خيرا وبالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم.